تعالوا نشوف ظاهرة تدخين الأطفال للشيشة على المقاهي، يعني بين القانون والرقابة الأسرية. تدخين الأطفال وحديث السن ظاهرة ليست بالحديثة، لكنها آخذة في الاتساع والانتشار بشكل يهدد مستقبل الأجيال الصاعدة. العاشرة مساء رصد بعض آراء المواطنين وأصحاب المقاهي في تلك الظاهرة الخطيرة. العيب مش عيب الأطفال، عيب اللي بيربي. أب مطحون في شغله، مامته برضه بنفس الطريقة عشان برضه تساعد في المعيشة، بالتالي العيل بيبقى لوحده، بيضطر ينزل الشارع، الملاذ بتاعه هو ده، يا إما الناصية. دي قلة رقابة من الأهل. ما هو العيل مش لاقي حاجة يطلع فيها طاقته. الأهل قد إيه عندنا هنا بتشرب حاجة اسمها فودو، كمان أفرس من السجاير. بيشوفوا الكبار، الصغيرين بيتعلموا منه. أغلبهم طلبة مدارس، كل أب بيربي ابنه صح، العيل هيطلع كويس. الهاوي اللي بتقعد الناس ديت دي هاوي جانبيه مش هاوي رئيسيه. العيل بوظ بوظ 10 معاه. البيت والمدرسه مهمين، عليهم عمل كبير، والبلد عليها عمل، الدوله عليها عمل. ان احنا النهارده ما عندناش رقابه على اي حاجه في اي حاجه. من تحت السن ال 16 سنه او 17 سنه ممنوع اي حد ينزل له شيشه او يولع سجاره او اي حاجه من كده. اي طفل بيقعد بمشيه، ولو ما مشيش بضربه يمشي. عايز يشرب اي درينك يفضل شيشه الكلام دوت؟ لا ما عنديش. لو الزموا كل واحد صاحب قهوه، لو لقوا حد على القهاوي بالالتزام قانوني انهم يدفع مثلا غرامه، مش هيقعدوا اي حد. يعني الحد بتاعها بتاع الظاهره ان الرياضه تزيد شويه مع الاطفال عشان تديه في اي حاجه تانية بعيد ان هم يقعدوا عن القهاوي.